محافظ صلاح الدين يتابع مراحل العمل في تأهيل جسر الفتحة ويناقش الشراكة مع شركة مصافي الشمال في المشاريع الخدمية والصحية. أهالي صلاح الدين يطالبون الحكومة المحلية بمراقبة ساعات وأسعار تجهيز الكهرباء في المولدات الأهلية لإنهاء فوارق الخط الذهبي. كما توقعته قناة صلاح الدين، السوداني وبرزاني يعلنان من بغداد مرحلة شراكة وطنية عابرة للمزاجيات الشخصية والحزبية. خصومات سياسية تفرض مرشح التسوية في ديالى وتعلق أعمال مجلس نينوى، والتربية تراعي الانكسار النفسي للطلبة بدرجات إضافية.